استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة في مسعى التفاوض بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني؟ وما مقاربة طهران في ظل تجاذبات داخلية وعلى أعتاب انتخابات رئاسية؟ كيف تؤثر التحالفات الخليجية الإسرائيلية الجديدة على المفاوضات المحتملة؟ وأي دور للوساطة الأوروبية لكسر الجمود؟ مسارات العودة للاتفاق النووي الإيراني في تقدير موقف الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.